يا سلام، منظر النيل يجنن. عارفه يجنن ليه؟ ليه؟ عشان انت واقفه معايا. حبيبي يا بابا، بس حضرتك شكلك تعبان، ما كانش لازم تسيب المستشفى بالشكل ده. ما تخافيش يا ساره، انا خلاص حاسس اني هزمت المرض. انت عارفه الانسان ممكن يهزم اي مرض لو عنده هدف في حياته لازم يحققه، وانا لو كنت يائست من استردادك انت واختك كان زماني مت من زمان. بعد الشر عليك يا بابا. بابا انا عايز اسالك، انت كنت فين السنين اللي فاتت دي كلها؟ بعدين حاب احكي لك. طب ايه اللي بينك وبين عم كريم؟ بحس كده ساعات من كلامك انك مش بتحبه. قولي لي انت الاول، عمو كريم ده كان بيعاملكوا كويس؟ كان بيعاملكوا زي ما كان بيعامل ابنه؟ هو عم كريم كان بيعاملنا كويس قوي، بس طبعا هو بيعامل وائل بزياده شويه، مش لانه هو ابنه واحنا لا، بس يعني لانه وائل هو الولد، هو اللي هيمسك شغله بعده، هو اللي هيشيل اسمه، بس وائل كمان يتحب قوي. على فكره يا ساره، انت واختك هتورثوا فلوس كتير جدا، مبالغ ضخمه، ارجو انك تعرفوا تتصرفوا بيها وتعرفوا عدوكم من صاحبكم. على العموم انا خلاص اتفقت مع الاستاذ رشدي على كل حاجه. بابا انا مش عارفه ليه حضرتك مصر تتكلم في موضوع الفلوس ده، حضرتك ما عندكش فكره الموضوع ده بيضايقني قد ايه. خلينا نتكلم في موضوع مفرحه، عن المستقبل، عن الايام الجايه. المستقبل؟ عارفه انا بحلم بايه؟ بايه يا ترى؟ بيوم فرحي، عايز اشوفك عروسه واسلمك بايدي لعريسك ان شاء الله يا بابا. قولي لي بقى، يا ترى سماح مبسوطه مع جوزها؟ سماح بتحب هاشم قوي، هي صحيح طول النهار تناكف فيه، بس هو كمان بيحبها وبيستحملها. وقعدنا هنا وتربينا ساره. في حاجه؟ لا يا ماما ما تخديش كده، انا جايه اتكلم معاكي بس اوعي اكون معطلاكي عن حاجه. لا انا كنت بتفرج على الحلقه اللي هتتعرض الاسبوع الجاي. ايه يا ساره عشان تجي لي الشغل؟ يعني في حاجه مهمه قوي؟ ايوه يا ماما. بابا انا حاسه ان انت بتعامليه باسلوب غريب قوي، انا طبعا مقدره ظروفك وحاسه بالحرج اللي انت فيه، بس انا مش فاهمه يعني انت متردده ليه تشهدي معاه. هو اللي طلب منك تيجي تقولي لي الكلمتين دول؟ لا يا ماما، انا اللي جايه اطلب منك كده. اظن بابا من حقه يسترد اسمه وكيانه، واحنا كمان من حقنا نثبت ان ابونا عايش. وانت ليه شكيتي في اني مش هشهد معاه؟ جايز يعني تكوني خايفة على صورة ابتسام البستاني تتهز قدام الناس، دي حاجة ملكيش يد فيها، اي حد معرض للمشكلة زي دي ما هيش عيب ولا فضيحة. افرضي والدك بعد كده بقى دخلنا في قضايا واشكالات تانية. لا يا ماما، بابا مش راجع عشان يأذي حد، وبعدين افتكر اخلاقه ارقى من كده بكتير. لحقتي تعرفي عنه كل حاجة؟ وحضرتك انا مش فاهمه ليه متضايقه ان انا قريبه قوي منه كده. انا مش متضايقه ولا حاجه، انا مبسوطه قوي. الو مدام ابتسام، دكتور حسام كامل. اهلا. لا 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 ما تتزعجيش، مفيش اي حاجه، مصطفى بيه خرج امبارح بكل اسف، ما سابليش اي عنوان. هو الحقيقه انا بتصل بحضرتك دلوقتي عشان موضوع تاني. ايوه، ممكن اقابل حضرتك النهارده؟ انا بخلص المكتب تقريبا الساعه 4. ايوه. طب حضرتك في اي دور؟ متشكر قوي، متشكر قوي مدام ابتسام، مع السلامه. الله، اهلا. ازيك يا دكتور حسام؟ ازي صحتك؟ اتفضل. انا اسف اني جايلك في مكان عملك، لكن حقيقه انا اتخضيت. في ايه؟ لا لا، اطمني اطمني.
بدون مقدمات يا فندم، انا جاي اتقدم لانسه ساره واخطبها. تخطب ساره؟ انا عارف ان الظروف غير مناسبه، لكن الواحد ما بيقابلش فتاه احلامه غير مره واحده في العمر، وانا لما شفت ساره حسيت ان هي دي البنت اللي بدور عليها من زمان وعاوز اقضي معاها بقيه العمر. حضرتك فاجئتني. و طبعا انت عارف ان الوقت صعب قوي اني اكلم ساره في حاجه زي دي عشان والدها. مش عارفه اقول لك ايه. طبعا انت معروف انك دكتور عظيم جدا وشهرتك كبيره قوي، بس احنا يا دوب اتعرفنا لسه ما نعرفش عن بعض حاجه. هقول لحضرتك على كل حاجه. انا اتخرجت من كليه الطب وقعدت 16 سنه في لندن. والدي الله يرحمه كان الملحق الثقافي بتاع سفارتنا هناك. تتلمست على ايدين بروفيسور براون، وكان تخصصي في امراض الدم. الحقيقه انا ركزت في الدراسه لدرجه ان انا نسيت ان انا اتجوز، او بمعنى اصح انا خفت ان الجواز يعطلني عن الدراسه، خاصه ان انا كنت ناوي ان انا اتجوز فتاه مصريه، وكان صعب قوي في لندن ان انا الاقي البنت دي. على العموم انا تحت امر الانسه ساره في اي طلبات تطلبها. انا افضل انك تكلم والدها، هو اللي هيقدر ياثر عليها. احنا مش هنلاقي عريس احسن منك لساره. يا سيدي انا موافق، بس بشرط تتجوزوا في 3 ايام بالظبط. ايه ده يا بابا؟ وانا معقول يعني اتجوز بالطريقه دي؟ امال عايزه تتجوزي ازاي؟ انا اتجوزت مامتك في يومين، شفتها في بيروت، نزلت القاهرة، شبكة في جيبي، رحت لأبوها، وبعد يومين كنا في باريس في شهر العسل. بابا أظن حضرتك راجل ديمقراطي ولازم تسمع رأيي. صدقيني يا أنسة سارة، مش هتلاقي في حياتك معايا إلا كل اللي يسعدك. أنا كنت مستنيك من زمان. شفتي بقى يا ستي؟ مبروك يا دكتور، بس الشرط اللي قلناه في الأول سالي. 3 أيام. على فين يا ابتسام؟ ممكن اعرف ولا ده خلاص ما بقاش من اختصاصي؟ ليه بتقول كده يا كريم؟ ما انت بترتبي كل امورك مع مصطفى كاني ما عنديش وجود في حياتكم. ازاي تحددي ميعاد جواز ساره من غير ما تقولي لي؟ انا ما حددتش حاجه، ابوها هو اللي حدد، وحاولت ااجل شويه ما رضيش. أنا مش قادر أصور شكلك وأنت واقفة مع مصطفى وبتستقبلي الضيوف. أنا دوري إيه في الحكاية؟ قاعدة أتفرج عليكم؟ مش ناقص إنكم تبعتولي كارت دعوة زي بقية المعازيم. يعني ما أحضرش فرح بنتي؟ أسيبها في ظروف زي دي لوحدها؟ مصطفى بيتحداني، عاوز يمشينا على مزاجه. ما فكرتيش موقفك هيبقى حرج قد إيه؟ الناس عارفة انك مراتي، وعارفة ان ابو البنات مات من زمان، هتقولي لهم ايه؟ يا كريم انا زيك بالظبط، بس انا بحاول اتعامل مع الموقف بعقل لغاية الازمة دي ما تفوت. انا عارفة ان الوضع سئيل قوي وانا متضايقة منه، لكن مصطفى بيسابق الزمن ونفسه يفرح ببنته، ما اقدرش اقف ضده ولا بخسر بناتي. ما عندكيش مانع تخسريني انا؟ ابدا، انا ما اقدرش اخسرك ابدا. ويا ترى وجود مصطفى صحى احساسك بيه؟ انت بتضحكني، بترفع من روحي المعنويه لانك بتغير عليا في سني ده. الحكايه مش كده خالص، الحكايه ان مصطفى تعبان وضعيف وصعبان عليا قوي. مصطفى قوي حتى قدام المرض، انا عارفه كويس، عشيرته اكتر منك. شوف لو فرح البنت هيضايقك اكلمها ناجله.
لا 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 يا ابتسام، لا انا مش اناني، بس كنت احب اعمل فرح ساره زي ما عملت فرح اختها. انا متاكده متاكده يا ابو سيد، الله يخليك جمعي لي اكتر كميه ممكنه من ورود بيضة وورود بمبة، بس كل درجات البمبة، بس عايزه كميه كبيره قوي. من عينيا، بكره ان شاء الله هيكون طلبك جاهز. وانا بنفسي يا ست هاني هوصلهم لحد باب اللقاء. هتلحق تحملهم لوحدك يا سيد؟ ان شاء الله ما تقلقيش يا ست هاني. يلا يا سيد، خد ودي الطلب ده وارجع لي بسرعه. حاضر، على اذنك يا ست هاني. ما تاخذنيش يا ست ابتسام، انا مش شايفه الفرحه في عينيكي ليه؟ انت مش راضيه عن الجوازه دي؟ بالعكس، ده العريس دكتور وانسان كويس قوي، والبنت سعيده بيه. هي كده، الأهل يربوا والعريس ياخد على الجاهز، سنة الحياة. سنة الحياة. عقبال بناتك. في حياتك إن شاء الله. مع ألف سلام. بتهيألي هيحتاج شوية تصليح هنا. آه حاضر. واسع علي. حاضر. استأذنكم دقيقة واحدة. اتفضل. مش كان واجب برضو تكلمي عمك كريم وتعزميه على فرحك؟ يا ماما انت شايفة انا مشغولة قد ايه، وبعدين يعني عم كريم مش محتاج عزومة. لا انا كنت فاكراكي بتقدريه وتحبيه اكتر من كده. ماما انا بقدر عم كريم وبحبه، بس بابا محتاج لي، انا لازم افضل جنبه. بس ما تنسيش ان كريم رباكوا وصرف عليكوا ودلعكوا، ما سابكوش عايزين حاجه ابدا. لو بصيتي في البوم الصور هتلاقيه قاسم مشترك معانا في كل سعادتنا. ما افتكرش الراجل قصر في حقكوا ابدا يعني. انا ما قلتش ان هو قصر في حاجه، بالعكس انا شايله جميله عليا وعلى اختي. عشان كده ما كلمتيهوش قبل ما يخرج، ولا سألتي فيه، سبتي البيت ولا كأنه موجود؟ لأن أنا حاسة إن في حاجة بينه وبين بابا. بابا كان فين السنين دي كلها؟ وإيه علاقته بعم كريم؟ حرام، مش وقت الكلام ده، خلينا ملحومين في فرحك. ماما ما تهربيش. بابا كان فين؟ إيه اللي خلاه يسيبنا؟ هو عمل حاجة وحشة؟ أبوكي كان دايما راجل كويس قوي، بلاش تلبيخ بقى، مش وقت. أمال كان فين؟ وليه كل ما أسأله يقول لي بعدين؟ ردي عليا. أنا آسفة اتأخرت عليكم. اتفضلي. اتفضلي. ايوه في ايه يا ستي؟ وائل، خد الفلوس دي، روح عند فاضل الجوهرجي واختار له اختك هديه تليق بمعمل. انا كنت متاكد انك هتعمل كده. ساره غالي عندي قوي. انت مش هتيجي الفرح ولا ايه؟ كان نفسي، لكن الوقت مش مناسب. بلغها تحياتي. يلا ما تعطلش نفسك. قلقان من قضية بكرة؟ لا أنا مش قلقان من قضية بكرة، أنا قلقان على اللي بعد كده. مش عايز أدخل في صراع مع راجل بينتهي. مصطفى كان في يوم من الأيام من أعز أصدقائي. أنا لو أعرف مصطفى بيعمل كده ليه كنت استريحت. يلا يلا روح ما تتأخرش. Thank you.
برضو مش هتيجي معايا؟ آسف يا ابتسام، أنا حقيقي كان نفسي أكون جنب سارة النهاردة، بس صعب علي. على العموم وائل معاك بدل مني. مش ممكن حد يحل محلك أبدا. أنا مقدر المجهود اللي بتعمليه عشان تحافظي علينا، مقدر إحساسك بي وخوفك على البيت. هكون أسعد لو جيت معايا، إحنا طول عمرنا بنشارك بعض في كل شيء. مش عايزة أحس إنك بعيد عني النهاردة. أنا عمري ما هكون بعيد عنك. يلا ابتسام، وائل مستنيكي في العربية. وصلي البوسة دي لسارة، قولي لها عم كريم بيقولك ألف مبروك. بس برضو أنا وسارة هنستناك، عايزك تكون جنبي. غمض عينك وما تفتحهاش إلا لما أقولك. حاضر يا ستي. إيه رأيك يا بابا؟ الله. حلو. أنا لازم ربنا راضي عني عشان سمح لي أحضر جوازك. ده أنا اللي ربنا راضي عني عشان ما اتجوزتش غير لما حضرتك رجعت لنا. على إذنك أنا لازم أروح له. اتفضل يا بابا. هنزل اشوف هاشم تحت لحسن اتاخر قوي. طب يا حبيبتي روحي. شكلك مسخرة. زي القمر. ميرسي يا ماما. ميرسي. ايه رأيك؟ حبيبتي حلوة قوي قوي. بابا بعت لك دي. الله حلو قوي. ده زوي انا. هما المصطفى فين؟ الناس كلها تحت مستنياكم. انا اسف يا جماعة، تأخرت عليكم. وائل مش كده؟ أنا كنت متأكد إنك هتحضر فرح أختك. أنا عمري ما تأخرت عن أختي. بعدين مفيش حد في الدنيا يقدر يفرق بيني وبين إخواتي. يلا بينا. مبروك يا دكتور. مالك يا مصطفى؟ انا حاسه انك تعبان. لا لا انا كويس قوي. المهم تخليك انت مع ساره، خليكي مع ساره وما تسيبيهاش. أنا حاجي بكرة في المحكمة وحشة زي ما وعدتك. طب وكريم ما جاش ليه؟ هو كان هيجي بس جاله تليفون على آخر دقيقة، مش عارفة تأخر ليه. ولا يهمك، أنا عارف هو أصله أعصابه متوترة عشان نتيجة القضية بكرة. روح أنت مع أعصابه. روح.
فرحت لك. لو كنت قلت لك من اول يوم لمحتك يا حبيبي ارتحت لك. الحمد لله نجيت، انا كنت خايفه قوي ما يجيش. امال فين مصطفى؟ مصطفى تعبان قوي قوي في اوضته تحت، ما طلعش هنا خالص. هي انا قلقانه عليه قوي، يا ريت تشوفه. كريم اتفضل اتفضل يا اخي. اتفضل خطو عزيز. انا كنت فاكر انك هتجيلي قبل كده. اتفضل اقعد. أظن مفيش داعي في الكلام الفاضي ده. أنا عايز أعرف أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عايز أسترد اللي خدته مني. أنا ما خدتش منك حاجة. وإذا كان تقصد ابتسام، أنا أرفض إنك تعتبرها حاجة نبادلها. ابتسام إنسانة لها كيان وإرادة. وإذا كان هتقف جنبك في المحكمة، ده احتراما لساره وسماح. شوف يا كريم، انت نصيبك في صفقه السلاح اياها كان حوالي 3/4 مليون دولار. الكلام ده سنه 75. لو حسبنا يطلعوا كام النهارده؟ يطلعوا 4-5 مليون. انا بقى مستعد اديلك النهارده 100 مليون دولار، بس بشرط. ايه هو؟ تطلع ابتسام. تأكيد اتجننت. انا اموال الدنيا ما تعوضنيش ضفر من ابتسام. معقولة؟ معقولة تضحي بمبلغ ضخم بشكل ده؟ وضحي بحياتي كمان. اسمع يا مصطفى، انا سايبك تلعب اللعبة لوحدك، مش عايز استخدم العنف معاك، لكن اللي يقرب من بيتي انسيفه. انا ممكن اخش معاك في قضايا واسترد ابتسام بالقانون، بس للاسف ما عنديش وقت. في يوم كنا أصدقاء، أنت اللي خنت الصداقة وغدرت بينا. جاي ليه دلوقتي تصحي الماضي؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده،
عايزك تجاوبني انا على سؤال، انت ليه اتجوزت ابتسام بالذات؟ خصوصا بعد سنة بس من غيابي. لان كنت بحبها وانت عارف ده كويس. بعد غيابك او موتك المزعوم، ابتسام كانت في حالة انهيار، موجوعة، وحيدة. حسيت بيها ووقفت جنبها، وبناتك ربيتهم، بقوا جزء من حياتي، وحبيتهم زي ما بحب ابني وائل بالظبط. وعمري ما قلت كلمة وحشة عنك، واحترمت ذكرك. أنا كده ارتحت. مصطفى، مالك يا مصطفى؟ لازم تروح المستشفى. سيادة المستشار، أرجو شطب القضية المنظورة أمامكم لوفاة المدعي الأستاذ مصطفى أورا. روح بس يا سعام، راح نشتغل هدوء شوية يا جماعة. آخر فاكس النهاردة جالنا من سيدة كانت اتصلت بينا قبل كده من عدة شهور، وطلبت مننا إننا نناقش موضوع الجنسية بالنسبة لأبناء السيدات المتزوجات من أجانب. أنا بعتذر لها إننا تأخرنا في الموضوع ده، وإن شاء الله بعد شهر رمضان المعظم نبتدي نناقش المشكلة دي. وأرجو من سيدات أخريات عندهم نفس المشكلة إنهم يرسلونا بيها عشان نبتدي نتكلم على نطاق واسع. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء بعد رمضان إن شاء الله. مدام ابتسام، أنا عايز أخد وقتك دقيقتين بس. تصور يا عزة، من فضلك فاضل تلت ساعة على المدفع، والولاد كلهم جايين لي على الفطار. التصور الأخير والنقط بس الأساسية، النقط اللي أنا مدام ابتسام برضهم اللي بيحصل ده احنا مش متفقين عليه، برضه حصل زيادات وحصل كلام تاني، وانا قلت كل سنة وانت طيب يا فكري، كل سنة وانت طيب. تلا عبدو الشيخ ابو الانين شعيشة عمد عبدو سورة الانعام. ايوه ست هاني، جهزت كل حاجة؟ كله جاهز. العيش ما تنساش، الشوربة بتتسخن. دقيقة واحدة تكون جاهزة، فاضل خمس دقايق على المدفع. يلا امرك يا فندم. أهلا يا حبيبي. أهلا. أسف أوي ماما، الدنيا زحمة موت موت. أهلا يا سماح. إزيك يا عمدي؟ إزيك يا هاشم؟ أهلا يا عمدي. أهلا حبيبي، إزيك يا عمدي؟
ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا، تاخرت عليا. اهلا اهلا يا حسين، كل سنه وانت طيبه. الله، فين مصطفى؟ ما جاش معاكو؟ وانطلق مدفع الافطار. جه معانا الان في القاهره موعد اذان المغرب. اتفضل يا الشيخ سيد النقشبندي. مصطفى، 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 انت هنا، انت هنا هنا هنا. اوبسي، وجاكيت على الارض، وجاكيت على الارض. يا لي هنروح دلوقتي وهناكل الاول. ما فيش بونبون دلوقتي، يلا. بس مصطفى، بس يلا هناكل. همم همم هناكل.